هات منتجه تشوفه شو عم بحكي. هي وزن الريشة اللي أكيد هون جيامبا بكون مبين عليها التعب والإرهاق أكثر، لأنه خاضت نزالين ونزالين ثلاثة دقايق. And her opponent, fighting out of the red corner, representing Italy, please welcome Fabiana Giampa. For referee fighter instructions, please come to the center of the cage for Sharif. Touch gloves and good luck. Let's go, Courtney. ايرلندا بالركن الازرق وايطاليا بالركن الاحمر. بدها الجوله الاولى. هاي كيك دغري من الايرلنديه. هجوم حلو، ثقه بالنفس. بعتقد لازم تسكر على وجهها شوي اللعبة اكيد اللعبة الايطالية عندها اجريشن بس عم تترك وجهها مفتوح. في كثير ضربة يمينية كثير حلوة من الايرلندية. في حماس من اللاعبتين. لقطة كثير حلوة من الايطالية بالفعل. هدول اللبطات اذا ما كانت كثير قوية. واو سبيننج كيك باك فيست. سبيننج باك فيست كانت. سبيننج باك فيست كثير حلوة. كثير حلوة كانت. عندها ستايل كثير حلو. شمال يمين. برافو. مثل ما عم نلاحظ اللعبة الإيطالية عم تعمل البوكسينج سكيلز تبعها في عم يعمل دامج، يعني بتحس في ضربات قوية. اللعبة الإيطالية عندها ستايل كثير حلو، شفنا عم تعمل قصص سبيننج واكس كيكس ستايل شوي على تيكواندو اذا بتشوف الستانس تبعها. صح، بس انا بدي اقول لها انه تعلي ايدها الشمال كثير منزلتها، يعني ما بعرف اذا كوتشي تابولا عم بيعطوها الملاحظه. حلوه، كيك رائعه من لعبه ايرلند. هون عم نشوف اصابه مباشره بايد اليمين على وجهها. يعني الإيطالية عم تضغط ولكن عم تتلقى كاونترز. صح، لاحظ البريشر من اللعبة الإيطالية. في بريشر كثير كبير. هي حلوة. لاحظ الدمج اللي بعينها الشمال للعبة ايرلند من الكروس اليمين اللي اكلتها من ايطاليا. حلو، في باور كثير بالكيكس تبعها وعندها ريتش كمان. صح، عم نشوف عندها ايدين واجرين طوال، عشان هيك عم بيكون صعب على الايطاليه لتوصل. ركله يمينيه كمان، كاونتر يمين من الايرلندية. وعندنا 10 ثواني بيخلص الجولة الأولى. ويمينية كمان كثير حلوة من الايرلندية. كثير حلو عم تلعب الايرلندية. خلصت الجولة الأولى. زاهي لمين بترجحها الجولة؟ أنا حسيت في بريشر كثير من اللاعبة الإيطالية، هي شيز ديكتيتنج ذا بيس أو عم تخلي الايرلنديه تضل عم ترجع لورا، ولكن الايرلنديه عم تعمل كاونترز بطريقه كثير صحيحه وعم بتحط بوينتس منيح كمان. يعني ما تنسى انه الكيكس بينحسبوا اكثر بالنسبه للبوينتس بالمبدا. صحيح، ما شفنا اي تيك داون، ما شفنا ابدا. Do you hear me? Do you hear me? I'm sorry. What?
I'm sorry. You're winning. Thank you, God. You're winning. Who are you, Courtney? Can you tell me what you're going to do now? عن جد شكر كبير من قلبي على كل شيء عم بيعمله. هون باب القفص سكر والجوله الثانيه رح تبلش. اوه حلو من اثنين كان حلو. ولا الصبايا عم بيشتغلوا منيح. والله عن جد في حماس كثير حلو هون. يعني هيدا ثاني ماتش بلاقيه حماسي بالنسبه للصبايا، كان في ماتش قبله كمان حلو للصبايا عم بيشتغلوا فيه. يعني اللعبه الايرلنديه لازم تبرم شوي وما تترك ظهرها على القفص لانه ما بقعد فيها تتحرك كثير. بعتقد عم تعمل شي استراتيجي، ما بعرف شو هي، تضل حد القفص، ما بعرف شو عم تعمل. يمكن لانه عندها هي ريتش فمش عطلانه هم، اذا جربت ايطاليه تفوت دغري بتعمل كاونتر. هي وبادي كيك كثير حلوه. هيئتهم الصبايا مور سترايكينج عم يشتغلوا. برافو، رائعه رائعه رائعه. الجسم على الوجه. برافو. زهي كيف شفت مستوى البطولة؟ أنت بتبرم كثير وعندك كثير كأربز أمامية، عندك مستوى البطولة يعني الأورجنايزيشن خلينا نبلش فيها شيء كثير حلو كان. عم بقول لك أحسن من لاس فيغاس عم بيشغلوا يمينية كثير حلوة من الإيرلندية. بلشوا عم يفتحوا على بعض. برافو. بلشوا يرتاحوا شوي، توصل لكميات من الاثنين. ثقة عالية من اللاعبتين، عن جد ثقة عالية. برافو. بلش يبين الاحمرار على اجرى للعبة الايرلندية. عم نلاحظ كل ما عم تتلقى ضربة. اوه حلوة حلوة. حلو كثير شو عم بيصير. ولعانة بالملعب هون، ولعانة. عم نشوف تعليمات من المدرب الايطالي للعبة الايطالية. اوه حلوة باك فيست حلوة. بس بعتقد كان لازم تبرم ايدها شوي، كانت عملت دمج اكثر. لو كيكس بعدها كثير قوية. اكيد وقت يفوتوا على الجولة الثالثة رح يبين كثير الفرق، رح تبلش تبطأ اللعبة. 30 ثانية للجولة الثانية. في كثير بريشر من اللعبة الايطالية. كثير لازم. وهيدا اللي عملته بأول فايتين لإلها، بريشر بريشر كل الوقت. ضد اللبنانية وضد الهنغارية. اوه 10 ثواني معنا. اوه كثير حلو. برافو. كثير حلو لعب، عن جد لعب كثير حلو. الإيرلندية ذكرني ستيلا شوي بستيفن تومسون. تلعب ستايل كيك بوكسينج، كيبس ذا ديستنس. ايه هن مبدئيا بيلعبوا سترايكينج، يعني ما شفنا ولا تيك داون ولا جوجيتسو ولا شيء بعد. ايه زي كنت عم تخبرني كيف لقيت كل شيء هون بالبطولة. Jab low, jab low, jab low, gancio sinistro, che fai? Jab low, gancio sinistro. Jab low, gancio sinistro, niente low kick sinistro, gancio sinistro. Okay. 3 minuti, vatta a divertire, vatta a piastare. 3 minuti per il mondiale. كان شيء مش معقول، يعني جو ولا أروع كان. Brave 9 بطولة كثير حلوة، 15 نزال والعرب عملوا نتائج كثير حلوة فيها. بداية الجولة الثالثة ناطرين الحكم، عم بشيك إذا كل القضاة بمحلهم والباب سكر. بعتقد حتكون جولة قوية. والضغط مثل ما قلنا رجعت اللو كيك عم تلعب دورة. أنا بعدني على كلامي، لازم تسكر على وجه اللعبة الإيرلندية. هيك وجهك كيف صار في كثير دمج. صحيح.
جسديا اللعبة الإيطالية أقوى. صح. أوه حلوة حلوة. عم تلاحظ زاهي كم بانش صارت أكلتها باك فيست وما كان باك فيست عم بتموه بإيد الشمال وعم تبرم تعمل باك فيست بإيد اليمين. صلبة كتير اللعبة الإيطالية صلبة. أوه يمينية حلوة. أوه إيه. يعني خلص هلا بلشت تشوف لها إياها. لازم تطلع نزول قبل ما تضرب. حلوة كتير. أنا بعتقد هون لازم تشتغل بادي شات وتطلع لفوق اللعبة الإيطالية. يعني مركزة على وجهة على وجهة على وجهة. أبارك. لاحظ الطريقة اللي عم توقف فيها اللعبة الإيرلندية ما فيها تهرب ما فيها تعمل لها تشك تشك للكيك أو ترد أي من اللبتات. صح معك حق. صار كتير واضح الدمج. لاحظ الأحمرار وال إيه كتير اللون الأزرق على رجلها. هون اكيد ببين اكثر من التي في. يعني نحن عم نشوف اشياء بعتقد كثير دامج اجرى كثير مأذية. يعني حتى الوضعيه اللي عم توقف فيها ما راح تساعد. يعني بعتقد اذا بتضل عامله بريشر اللعبه الايطاليه هي اللي بتاخذ هيك الهيئه. هلا لنشوف بعد عنا دقيقة و 15 ثانية تقريبا. لاحظ عينا الشمال مغمضة شوي. مغمضة كثير هلا صارت. ايه يعني اللعبة الإيطالية عملت استراتيجية كثير منيحة. شافت إنه اللعبة الإيرلندية عم بتفوت عليها بأول جولة فضلت تضربها على الإجر بطئت كثير. اخر دقيقة بلشت لاحظ فلت ايديها اللعبة الايرلندية. لاحظ البريشر اللي عم تعمله لتفتح لها اخر يمكن 30 ثانية. برافو برافو حلوة. هون عم بيقول لها يمكن كم ثانية بالكوتش. 30 ثانية بعد فيها لنهاية الجولة الثالثة. لازم هلا تفتحها عليها. مثل ما بتلاحظ ما شفنا اي تيك داون ما شفنا اي جراوند فايت ما شفنا شيء غير سترايكينج. ويمينية كتير حلوة من الإيرلندية ولكن ما بقى في وقت. والله يا زاهي ماتش كتير قريب. ماتش كتير قريب بس كتير حلو الماتش. خلصت الجولة الثالثة وهلا بانتظار النتائج. بس جولة جو كتير حلو بالملعب ومباراة قريبة. هون بنشوف الكوتش الايطالي فابيو كوليني عم بيحتفل وكانه عارف شو هي النتيجة. شو رأيك؟ أكيد معنويات عم بيعطيها للعبة بس حسب ما أنا شفت كان في تقصير شوي. أنا بقول في سبليت من اللعبة الإيرلندية. شو قولك؟ في سبليت محل؟ معقول. هات نشوف. بس بطريقة كان في إذا بدك كيتش كنترول من اللعبة الإيطالية هي كابسة كل الوقت هي عم تعطي صح. نمط المباراة. يعني أنا إذا صار في أنا كحكم دولي عم بحكيك إذا صار في سبليت بعطيها للإيطالية. ما بعرف هلا الحكام هن اللي بيقرروا. بقى لنشوف توقعاتنا. يعني عن جد الله يساعد الشعور اللعيبة بالفاينلز شو بيكون احساسهم شو بيفرحوا شو بيبكوا شو صعبة ايه ولا احساس حلو. اكيد صعب وحلو بس هيدي الحياة فيها لحظات طلوع ولحظات نزول. وصلوا النتائج. بلش قلبه يدق هلا عن جد بيستاهلوا زقفة كبيرة. اثنيناتهم لعبوا حلو كتير حلو لعبهم. يعني قلت لك في صار عندنا قاضي قاضي للزاوية الزرقاء وقاضي للزاوية الحمراء. For your winner by split decision out of the red corner. التلك زي. واللعبة الإيطالية. فابيانا جيامبا بطلة العالم. مبروك. للهوات على وزن 66. مبروك فابيانا.
والله منيحة طلعت توقعاتي. سلام حكم استاذ. حبيبي زيك. هلا من بعدها عندنا باوت على اللايت ويت ديفيجن، فيتالي من بيلاروس وكوينتن من يونايتد ستيتس. ماتش حلو حيكون. شو هالشعور يعني، برافو، لعب حلو كثير كان. شو هالاخلاق الرياضيه، جد اخلاق عاليه، اخلاق عاليه 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 يعني، برافو. يعني كثير منيح انه اللعبه اللبنانيه قدرت مشيت معها للعبه الايطاليه وادت اداء بعقد اللعبه اللبنانيه، لما كانت كثير حلو بلعبها، برافو. يعني ما صار فيها اي دمج، بالعكس. انا كمان هارتها كنت عم بعلق على المباراه، كان كثير حلو، يمكن ما ناقصها كان غير شويه خبره. صح صح، مثل ما بتشوف في كثير لاعبين يعني قوية كثير بالكلوبز تبعولهم هيك، بس بأرض الواقع غير كليا. يعني الخبرة، في خبرة العالم، خبرة الرينج، خبرة الجادجز، أكيد تي في، كله بيأثر على اللعب. في وهرة. صح.